صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب الغرباء ويا سيد الشهداء، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا الصادق سلام الله عليه لفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتحدثون؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: يا فضيل، إني أحب تلك المجالس، فاحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. حقيقة هذا الحديث المبارك يحتوي على حقيقة واضحة وجلية، وهي أن الإمام سلام الله عليه أعلن إعلانا رسميا بأنه محب لهذه المجالس. وكما تعلمون أن حب المعصوم وكره المعصوم يختلف عن حب وكره ما دون المعصوم. يعني شلون؟ يعني لما تجي إلي أنا أو أي شخص ما دون المعصوم وتشوفه يحب شخص أو يكره شخص، مو دائما مبني على من؟ على دليل. يعني لما يكره الشخص تقول لي: أبا ليش تكره هذا الشخص؟ مرة يقول لك أنه هذا الإنسان منافق، أو هذا الإنسان ناصبي، ومرة يقول لك: لا والله ما بيشي، الرجل حباب وخوش ولد، زي ليش تكرهه؟ قال لي: يعني والدي ما يحبه. شوف، لاحظ العبارة، قضية عاطفية، والدي ما يحبه. كثير من الناس لما يتخاصم الوالد، والد هذا الشخص مع شخص آخر، يشوف أولاده ما يسلمون على هذا. يا ابن ليش ما تسلم؟ قال: لأنه والدي ما يسلم عليه. لما يجي الوالد ويذكر هذا الشخص أو يتصالح مع هذا الشخص، يشوف كل الأولاد ماذا؟ يجون يكلمون هذا الشخص. هذا ما دون المعصوم. المعصوم ما عنده هذه القضية. المعصوم إذا أحب شيء لابد في ذلك الشيء من ثمرات، وإذا أكره شيء لابد هناك من أسباب. ومن هنا قالوا أن قول المعصوم حجة، وقوله حجة، وتقريره حجة. ومن هنا أن المعصوم أعلن لفضيل بن يسار: يا فضيل، إني أحب تلك المجالس. من هنا نسأل سؤال: سيدي يا مولاي، أنت لماذا تحب مجالس الحسين؟ قال: لأنها تحتوي على ثمرات متعددة. ما هي الثمرات الموجودة في مجالس الحسين؟ طبعا ما يقارب العلماء ذكروا 10 ثمرات. هسه وين الوقت يوصلنا مولاي نذكر منها 10 ثمرات في مجالس الحسين عليه السلام. الثمرة الأولى ماذا قالوا؟ الثمرة الأولى بأن مجالس الحسين هي مكان لنزول الرحمة والبركة. سبحان الله. أنا أتذكر أكو رواية للقمان الحكيم، قول وصية للقمان الحكيم، يقول لولده، اسمع المقولة أو الوصية: بني، زاحم العلماء بين ركبتيك، أو زاحم العلماء بركبتيك، فإذا نزلت الرحمة عليهم شملتك.
لاحظ العبارة شلون، ولا تجلس مع الفساق فإن نزل العذاب شملك. الله سبحانه وتعالى من ينزل الرحمة مولانا ويلقيهم فد ثلاثة أربعة خمسة، ما يقول والله هذا واحد أنطي وهذا ما أنطي، لا، رحمة الله أكبر ولهذا يشمل الكل. يقول مجالس الحسين عليه السلام هي رحمة وفيها استجابة الدعاء وفيها نزول البركات، وكثير من الناس كثير من الناس من مجالس الحسين أخذوا البركات. ومن هنا حتى هذا الطعام اللي يوزع في مجالس الحسين أكو بعض الناس يأخذه وذبه بالسيارة مولا. يومين ثلاثة جف ذبه مو؟ أنا يذكر لي واحد من العلماء الأبطال يعني، هذا عالم ثقة مولاي، ثقة مو هيك، وخطيب بنفس الوقت، يقول لي شيخنا أنا كنت، اسمع العبارة، يقول أنا كنت لما أدخل إلى مجلس وينطوني فد برتقالة فد موزة مو فد شيء معين يوزعوه للحسينية، يقول أنا يقول ما أدري شلون، يقول أحس نوع من الخجل بها، يقول فدائما أقول له ما أريد، يقول إذا استحي من عنده يقول أخذها أذبها. قلت له ليش؟ قال يعني ما أدري شلون، تعال أنا طالع شيخ مولانا من طين موزة ما أدري شلون يعني، يقول ما يقول ما أحس بها ما تليق بمقامي. المهم هو الرجل يقول سبحان الله نمت يوم من الأيام، يقول قاعد، يقول بين ما أنا قاعد نايم سبحان الله، يقول لحظات، يقول وإذا بصوت، والله يقول ما أعرف مصدر الصوت شنو، يقول قال لي شيخنا، يقول باللفظ هذا قال لي شيخنا ما يعطى لك في المجالس خذه فإنه شفاء. يقول صرت بعد حتى لما ينطوني مولاي أنا طالب، بعد يقول حتى لما ينطوني يقول أنا طالب، يقول هاي البرتقالة أخذها للبيت أقسمها على أولادي كلهم، يقول لأن صار عندي يقين. يقول لي شيخنا ما يعطى لك في المجالس خذه فإنه شفاء إياك أن تتركه. ولهذا أنت اليوم تشوف الفقير والغني مولانا يأكلون من ها من عيش الحسينية، والله إن واه الإنسان قربة إلى الله لكان هذا أفضل من دواء العالم كله، لأنه شفاء الحسين. أنت شايف علماء اليوم إذا ينطيك أعظم هدية إذا كانت تربة من داخل قبر الإمام الحسين عليه السلام. ولهذا قلنا إحنا ما يجوز كل العلماء ما يجوز أكل التراب والطين إلا إذا كان من قبر الإمام الحسين عليه السلام. ولهذا بأن مجالس الحسين هي خير وبركة. اليوم تعال أنت هسه جايك مولاي الأربعين، شوف هذه المواكب اللي منصوبة من العبد لمولانا وتأخذها إلى آخر بغداد. تدري أنت آخر تقرير بس بالعراق مولاي، بس بالعراق، مو في الكويت لا، بس بالعراق، يقول آخر تقرير النجف الأشرف وحده طلع بهذه العشرة أيام ما يقارب أكثر من 500 مليون دينار عراقي صارف مولانا. هاي مو دولة دافعة، لا، هاي ناس، هاي أنا وأنت مجمعينها. يقول هذه بس محافظة النجف، زين كربلاء اللي دخلوها 20 مليون. أنت تعال اليوم إلى كربلاء الله يرزقك في الأربعين، وأنت أوقف، أنا أقول لك مولا أنا أوقف أنت في مكان وقول يا ربي أنا مشتي الأكلة الفلانية، الله يعلم تأكلها، كل إحنا مجربينها مولا، توقف تقول يا با أكو أكلة، هاي الأكلة ما موجود، أنا جيت ما لقيتها، يا ربي أنا مشتيها، أنا زائر الحزن مشتي، الله يعلم تجي تلقى الأكلة قدامك. هاي قاعد ينطيك الله نموذج ما تشتهي الأنفس. الجنة مولاي شبيه ها ما تشتهي الأنفس، الله جعل كربلاء ما تشتهي الأنفس. شنو تشتهي مولانا تلقي؟ سبحان الله، هاي كلها بركات الحسين، والله بركات الإمام سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. وبعد كل يوم تجد أن هناك عشرات المواكب تنصب. انت ملاحظ اليوم، اريد اقول لك فد كلمه عجيبه، هاي الكلمه
ما تطلع بالله للشارع الان، للشارع الان وخلي تعدى عليك واحد، قل له قل له خدامي شوف انت تصير عليك اطلاب مولانا يمكن للمخفر، وشوف شو ما تخلص لها الا بدعاوي. بالله ما تجيب محرم، قل له تعال خدام الحسين شو سوي، اكو ناس تدفع فلوس مولانا سميني خدام حافيه. عجيب يابا، محرم محرم يدفع فلوس، انا اتبرع وياك، انا اعطيك 1000 كويتي، ما يخاف تخليني خدام منتقب المحرم ما ترضى. قال لا، مع الحسين شيء ثاني، مع الحسين شيء ثاني مولانا. فشوف مجالس الحسين رحمة ونزول البركات فيها. البركات ترى مو بركات المال، لا مولانا، تريد عيال الله ينطيك، تريد عافية الله ينطيك، تريد خير الله ينطيك، تريد رزق الله ينطيك، شنو تريده من الحسين الله ينطيك اياه. هذا من باب شنو؟ الله سبحانه وتعالى يدط تقدير للحسين. شلون اليوم احنا ها فتعزمني انت مولاي كرجل دين وعزمت وياي فد 10، السوي فد مأدو وما لذ وطاب. انا اقول لك شو اقول لك؟ اقول لك يابا شنو ليش الخساير؟ قال لا شيخنا، انا اقدر ارفع راسك، انت عزمت جماعه وياك فانا اقدر ارفع راسك. مو الله مولاي قاعد يرفع راس الحسين هنا، يقول له انا شنو اللي يطلبونه من عندي انا انطيه، انا انطيه. الله يرحم عبود غفله، عبود غفله مولاي خادم الحسين، مو الحسين مولاي، عبود غفله خادم الحسين. عبود غفله الله يرحمه، يوم من الايام مرته مطيته دينار حاطه بجيبه، ظهر جيب مرته مزروف مولاي مثقوب، هذا الدينار حديد، اخذ ما اخذه راح بالشارع. الناس جوعانه بذاك الوقت، اللي يجي له دينار بعد خلاص. عبود غفله هم يدي يسوق، يدي يسوق لعياله، مديده للدينار. ما هو هو كان شو يشتغل مولانا؟ شاعر، وبعد شنو؟ يبني القبور اللي يدفنونه، يعدله يسوي له فد قبة صغيرة وكذا. عبود غفلة ال11 ما عنده ولا دينار وما حد جايه. شوف الفطرة هاي خدمة الحسين. يقول دخل الإمام أمير المؤمنين وصلى ركعتين وزار وطلع، رفع إيده للسماء قال له إلهي وحق هذا علي بن أبي طالب ولا دينار عندي. هو الله يدري بمولانا، بس هي شوف الاثر. قال له الهي وحق هذا علي بن ابي طالب ولا دينار عندي. يقول طلع واذا اثنين جو، قال له حج عبود وين انت؟ شنو السالفه ندور عليك؟ يقول ماكو مشي خطوات. قالوا له تندل المنطقه الفلانيه، القبور الفلانيه، قال يندل. قالوا له هاي فلوس مقدمه تبني له اكو قبر قبل شويه دفناه، اريدك تعدله. يقول انا محط الفلوس. عبود غفله خادم الحسين وحبيب الحسين، يقول قلت انا قبل ما اصرف الفلوس خلني اكمل شغل الوادي وبعدين اكل فلوسهم حتى يصير حلال زلال. يقول رحت ماكو قبر، سالت الدفانه قالوا عم اليوم ما دفننا في هذا المكان. يقول عبود غفله كان في زمانه احد العلماء ويقال انه ابو الحسن الاصفهاني رحمه الله عليه. يقول صليت وراه واجيت قلت له مولانا شو انا شو هذول الجماعة انطول فلوس وقالوا لي قبر فلان وقبر بالمكان الفلاني ورحت ما لقيته وهاي فلوس هسه ما ادري شو اسوي لها. يقول راسلك ومشتري من يدي. قال عبود غفله ايش دعيت الله انت؟ قال له اصدقني القول. قال له والله سيدنا دينار من عنده وضاع وظلت افر بذاني، وين اروح بعد انا؟ قطعني الجوعان وعياله واليوم ارد اسوق لهم. فدخلت الى علي بن ابي طالب زرته وطلعت، فقلت له إلهي وحق هذا علي بن أبي طالب ولا دينار عندي. قال له إجوني. قال له روح يا شيخ، روح مولانا، روح الله أرسل لك أولياء أعطوك هذا الأموال. هذا مولاي خادم، واحد يبكي عند مرض جلدي عافانا الله وإياكم، يبكي عند علي بن أبي طالب، يقول يبكي ليل ونهار، يا مولاي أنا ما أروح بشاربك، يا مولاي احميني من هاي، يا مولاي عيالي شردوا من عندي، يا مولاي الى اخره. يقول سبحان الله، اجاء الامام في عالم الرؤيا قال له تروح للمدرسه الشيرازيه، او المدرسه كانت مدرسه اليزديه عفوا، مدرسه العلماء تسمى، مدرسه اليزديه، مدرسه بنيت بال30. قال له تروح اكو بيها فد حوض كر، كل مدرسه مولانا في النجف بيها كر. قال له اكو عبود غفله يجي تعبان وماخذ اذن من صاحب المدرسه
أن يغتسل بالحوض يغط حارة الدنيا يغط هو ملابسه. قال له إيه؟ قال له لا تسبح لما التاني عبود غفلة، إذا دخل وطلع ادخل وراه، ادخل وراه للحوض. يقول هذا من التاني إجا عبود غفلة، يقول عرقان وتعبان وكل جسمه مولانا غط وين؟ بالحوض، وطلع هذا غط وراه. يقول والله ما خرجت من ذلك الحوض إلا والشفاء قد أخذني. هذا خادم الحسين مولاي، هكذا بركات عنده، فكيف بالحسين؟ فهذه نقطة واحدة. النقطة الثانية ماذا؟ يقول النقطة الثانية أن مجالس الحسين موحدة للقلوب. عجيب، أنت الآن روح لك لمقهى مولاي، أنا أذكر لك المثل هذا، روح لك المقهى، روح لك الديوانية مثلا، مو حسينية، ديوانية مولاي، ديوانية، تشوف الناس كلهم كل اثنين عندهم رأي وكل واحد عنده فكر، ولكن الآن كل واحد يدخل من هذه من هذا الباب لهذه الحسينية الطيبة تشوفه مقصده واحد وهو الحسين. الآن ما عندنا واحد جالس هنا، وأتحدى وأنا على يقين بأنه ماذا جاي مول الحسين، الكل جاي وين مولانا؟ للحسين. ولهذا بأنه الحسين وأهل البيت هذه المجالس تؤدب الناس أن تجتمع على مقصد واحد ألا وهو محمد وآل محمد. هذا يوم من الأيام قلت لك واحد من القادة البريطانيين، هذا القائد جالس في إحدى المحافظات في العراق، صارت مجالس محافظة مولاي وبعد أحزاب وكذا، والسياسة مولانا أو الخيرات كعكة فلازم تقسم على الكل، مو هذا بعد ديدن السياسيين، فأنا ما أتنازل هو ما يتنازل إلى آخرها. يقول هذا تحت البند السابع العراق، فهذا لازم يقعد، القائد لازم يحضر في كل جلسة. يقول واحد قاعد بريطاني وياه مترجمة يشوف الناس مولاي تتعارك، هذا يصيح لي هاي وهذا يصيح لي هاي وهذا يصيح لي هاي، سبحان الله. ولكن ذولا إنهم في الطريقة متعودينها بأنه آخر المجلس لما يختموه يبدأون كلهم يضعون الأيادي على الرؤوس، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. يقول هذا القائد البريطاني تعجب، قبل شوي ذولا يصارعون، فسأل المترجم قال ذولا قبل شوي كانوا يصارعون، شو الآن كلهم وضعوا الأيادي على الرؤوس وظلوا ينطقون كلام واحد؟ قال نعم، قبل شوية دنيا ومولاي، الآن اللي جامعهم هو قائد واحد وهو الإمام عجل الله فرجه. فأهل البيت يجمعون الكل، الحسين جامع لكل القلوب، 20 مليون في عند قبر الحسين كلهم ينادون وحسينا، وكلهم يبذلون وكلهم يعطون وكلهم يبكون وكلهم يطلبون. هاي كلها مولانا الله يرحم جد الأسرة البحر العلوم، جد الأسرة أمرهم أن يصنعوا، اسمع مولاي، أمرهم أن يصنعوا مكان للشاي وشاي وكعك وكذا، احنا نسمي شاي ابو علي مولاه بالعراق في ذاك الزمان. جد الاسره جمع، قال فهو كان زعيم يعني زعيم الحوزه في وقته، فقال لهم سووا لي تشمبر مال شاي وكعك، وظل هو يصيح شاي ابو علي شاي ابو علي ويوزع مولاي. فالطلبه مالته قالوا له سيدنا انت على الاقل تسويته تقعد على جانب السهم زحمه توك. قال لهم انتم ما تعرفون الشيء. قالوا له شلون؟ قال لهم أنا في عالم الرؤيا شفت القيامة قد قامت. يقول لهم أنا أسحول بروح السحول وأمشي رايح. قالوا له أنت يم الصادق عليه السلام، وأشوف ناس يقول لهم والله جملون الناس مقلوبة بقلب، هذا شايل له جفشير، هذا شايل له قدرية، هذا هدومه مصخمة، هذا هدومه كذا. يقول سألت قلت لهم عمي ذاك الجملون شو يدخل الناس أفواج أفواج، شنو السالفة؟ المن ذاك؟ قالوا ذاك إلى الحسين، اللي كان يبكي على الحسين، اللي كان يقرأ على الحسين، اللي كان ينعى على الحسين، اللي
كل واحد له ارتباط بالحسين، كل واحد له ارتباط بالحسين يمشي إلى ذلك الجمل. يقول فأنا أردت نويت من هاي الساعة أن أكون خادما للحسين حتى يوم القيامة. ماذا أفعل؟ أروح مع الحسين سلام الله عليه. من قلت لك الحسين مولاي اللي في الدنيا إلى الآن، ترى احنا ما نعرف الحسين حق المعرفة. احنا وداحتك لو نظل يعني ننتبه مولانا يوم القيامة راح نشوف الحسين بهيئة أخرى. هذا عالم من العلماء، عالم من العلماء يقول أنا حرت لما واحد يسألني يقول للحسين في يوم القيامة شنو منزلته، يقول أريد أن في الجواب شافي. سبحان الله، كان ديدن العلماء يذهبون المن إلى السهلة 40 أربعة بنية صادقة يلتقون بالإمام. هسه يجي معرابي، يجي ما أدري مين مولاي، يلتقون به فيقولوا له بالسؤال يجاوبهم عفويا ما ينتبهون حتى يغيب عنهم. يقول هذا العالم أنا ظليت 40 أربعة، كان الجو بارد، يقول شاعل نار وقهوته مخليها يمي، يقول عصا، كان ذاك الزمن قديم مولانا كل شيء بيه بسيط، يقول العصا بيدي ألعب بيها كذا. يقول إجا عرابي يقول بيده جمل، يقول ربطه سلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال كيف حالك سيدنا؟ قلت له الحمد لله. قال سيدنا شو أشوفك مهموم؟ يقول أنا عالم، هذا الرجال عرابي ما يعرف يعني شو اللي تسولف فيه يعني. يقول أنا مسكت عنه. قال سيدنا أنت أشوفك مهموم، عسى ما خير عسى ما شر إن شاء الله قل لي. يقول أنا قلت هسه خلنا أقول له إذا طاح برقبتي. قلت له والله أنا دايق بقضية. قال شنو القضية؟ قلت له والله إذا سئل إذا, إذا 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 سألوني منزلة الحسين في يوم القيامة شنو هي ما أعرفها، أرد أعرف الشيء ملموس. يقول هذا العرابي قال سيدنا ممكن أقول لك قصة يمكن تلقي جوابك بهاي القصة. يقول قلت له إيه؟ قال له أكو ملك، هذا الملك كان يخرج للصيد، ملك مولاي ومرتاح فيطلع للصيد، كان ذاك الوقت الصيد. يقول طلع للصيد فتشاف له غزالة جدا جميلة ألوانها جميلة، يقول ضربها بالسهم، ضربها يقول ملاحة، يقول تبعها. يقول نزل من واده وصعد من واده ونزل لواده وصعد من واده، يقول وين ابتعد كثير. يقول صار الليل عليه ظلام، يقول الليل كأنما ينزل خيامة، ينزل أستار عفوا. يقول خاف، يقول وإذا به يرى خيمة من بعيد. يقول قال خلنا نقعد عذون الناس قبل ما تجيني الذياب وكذا تاكلني، والصبح أكيد الحاشة مالته راح تجي والجيش. يقول له سيدنا هذا دخل عندهم، ذولا مرة ورجال ما عندهم إلا سخلة، وهاي السخلة هم يحلبوها ويشربون لبنها ويأكلون وياخو بس ما عندهم غير. قال له إيه؟ يقول السيد الشوق للقصة يعني فانتبه بالدور بعد انتبه كلش. قال له جلس عندهم زين هذا ملك مولاي، فزحمة يجيبون طاسة حليب. يقول فذبحوا السخلة إلى وشووها وكملوها وجابوا لي. يقول هذا أكل ونام. يقول الصبح وإذا الحاشة كلها جتة، قال هذا الرجال الشايب وهذا هاي المرأة صعدوهم ويا جيبوهم. يقول جابوهم ويا دخلوهم للقصر، سووا اجتماع إلى الوزراء والمستشارين، قال لهم أنا تيهيت وخفت على نفسي ودخلت على ذولا ناس ضيف وذولا ما كانوا يملكون إلا سخلة وذبحوها لي، فشنو أنطيهم أكرمهم يليق بمقامهم. يقول واحد قال له اشتري لهم بيت وخلي لهم فد معاش. قال له لا، ذولا انطوني أعز ما يملكون، بعد ما عندهم شيء ثاني. يقول واحد أشار عليه، واحد أشار عليه، واحد أشار عليه. يقول هذا الإعرابي يقول للسيد، يقول له سيدنا إلى أن قال الملك والله سوف أجعل هؤلاء إلى جانبي ولهم ما يشتهون. قال له فسيدنا الحسين في يوم القيامة الله يجلس إلى جانب عرشه وله ما يشتهي. يقول التفت وإذا بذلك الإعرابي قد غاب وهو الإمام الحجة عجل الله فرجه. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة،
أن مجالس الحسين مأساة لأصحاب المصائب. اللي عنده مصيبة مولانا ما سامع بالمثل شو يقول؟ يقول اللي يسمع مصائب الغير تهون عليه مصيبة. أنا قبل فترة من الزمن اتصل علي أحد رجال الدين فقال لي أنا واحد من جيراننا سبحان الله صارت عندهم فد مصيبة. قلت له خير إن شاء الله. قال هذا عنده 6 من الأولاد، 6 مولان، 6 يبدون من 21 يوصلون ل 12. يقول واحد يقول للثاني أنا أجمل منك. يقول طلعوا أول يوم العيد وإذا مفخخ كلهم أخذتهم. زين الأم سمعت مولانا صرخت ماتت. الأب وين كان؟ على جبل عرفة مولانا. خابروه قالوا له ذب التليفون نزل ترك جبل عرفات مولانا. اجا وين؟ الى بيته. وقف عمره 55 سنة، 6 من الاولاد كلهم راحوا، زوجته راحت. اي مأساة هذه؟ يقول سقط مولانا واذا به جلطة في المستشفى. اكو مصيبة مولانا اعظم؟ هذا وغير مولانا من يجلسون في مجالس الحسين وينظرون ويسمعون إلى مصائب، المصائب التي جرت على قلب الحسين سلام الله عليه، تهون عليهم المصيبة ولا؟ يا مولانا 6 راحوا بس عند أنا أسأل هذا أبو 6 أقول له عندك طفل ذبح على صدرك؟ أكو عندك طفل رفرفك الطير المذبوح؟ يقول الإمام الصادق يقول هذا الرضيع يقول لأبوه يقول للحسين يقول له أبا يا حسين أخذتني من أمي وأنا حي ترجعني إلى أمي وأنا مذبوح. يقول لما أرجع الحسين ضمه تحت العباء جابه وين خلاه؟ في الخيمة مولاي. إمامنا الباقر يقول عمري 5 سنوات أشوف، اسمع اسمع، يقول أشوف جد الحسين يمسك السهم يتركه ويروح وين يجلس؟ في زاوية من زوايا تلك الخيمة يلطم على رأسه يرجع مرة ثانية مرة ثالثة. يقول سألته يا جداه ما الخبر؟ قال بني أنا رد أرفع السهم هذا أخفف المصيبة عن أمه. قلت له افعلها يا جداه. قال بني والله لما أضع يدي على السهم يبقى قلبي ينزف دمه، أنا قلبي ظل ينزف. حتى أنه نادى الله، نادى زينب، قال زينب ضعيه في المهد، حطيه بالمهد وغطيه وبعدين مهد إلى أمه ترى أمه تموت. يقول زينب وضعته في المهد وغطته. يقول تقول أنا قاعدة تقول وإذا أمرأة رمت بنفسها على أقدام تقبلها تقولها مولات زينب شو أنا قلبي مشتعل نار، سيد الحسين ما جاب ولدي، أنا وديت ولدي عطشان عسان ما موديته، شو أنا قلبي مشتعل نار. زينب قالت لها رباب أتعلمين أن العباس قد قتل؟ قالت نعم. رباب تدرين أن علي الأكبر قتل؟ نعم. قالت رباب تعزي بعزاء الله، ما الخبر سيدتي؟ قالت لها رباب هذا رضيعك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. مولانا أم الشوف ولدها تقول زينب تدري هاي الرباب قتلتني؟ سوت تقول ليلة 11 أدور على الرباب ما لقيته. يقول الرباب شربت الماي والمرأة الوالدة اللي جايبة ها يدر لبنها، تقول أدور عليها ما هي فاقدة عقلها ما هي. تقول نزلت للحسين لقيتها واضعة خدها على منحر الحسين. شو تقول له؟ تقول له أبو علي قل لولدي هذا يرضع من صدري، أبو علي قل لولدي هذا يرضع من صدري، والله إن صدري قد أوجعني وقد در الحليب. الله تقل يا عبد الله يا غالي يا غالي، والله يا عبد الله يا غالي وبرباك سهرت الليالي، والله برباك ساهرت الليالي الليالي وهز بالمهد والمهد. الله الله يساعد الرباب. يقول الرباب مولانا بعد ما جلست تحت سقف أبدا،
ما جلست تحت السقف ابدا. هاي وحدة من مأساة، من المأساة التي جرت على الحسين. الله يساعد قلب الحسين مولاي. شايف انا قلت اقول لك فد كلمة مولاي، والله فد كلمة عجيبة. يقول الحسين لما اجى ودى عياله، شايف مولانا، يقول 80 طفل، هذا يقبله باقدامه وهذا متمسك باذيال ثوبه، وهذا يقول له ابا عبد الله لا تتركنا هنا. يقول الحسين التفت يمين شمال، شاف له طفلة عمرها 4 سنوات جالسة تحت أشعة الشمس. يقول نادى قال لها زينب هاي الطفلة جيبي ليها. يقول جابتها أجلسها على ظهر جواده. يقول الطفلة دموحها تنزل على خدودها، طفلة صغيرة من آل عقيل. قال لها بنية ما لي أراك باكية. يقول نزلت على إيد الحسين. الله يساعد قلب الحسين، شلون تحمل هالكلام هذا. يقول نزلت على يده، قالت له أبا عبد الله، أبا عبد الله أنا عطشان. الله، الحسين ما عنده ماء مولاي. قال لها بنية أنا راح أجيب الماء. تقول له أبو علي أنا وديت أبوي منذ الصباح إلى الآن ما جاب لي الماء. يقول الحسين قال لها والله إن رأيت أباك أخبره. يقول هنا، يقول نزلت على يد الحسين، تقول له مولاي أنا ما أريد الماء، يريد والدي. الله، يقول بكى الحسين أنزلها. الحسين مشى خطوات وإذا بطفلة، أبا أبا انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين، قالت لأبويا اجلسني في حجرك وامزح على رأسي. ليش بني أنا بعدني ما متت؟ قالت لا أبويا بعد لحظات وأصبح يتيم. والله أثار أثار الأبو يا ناس، خيمة 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 يفي على بناته وحريمة. هاي مأساة لو مو مأساة، هاي مأساة للحسين. أنا سمعت من كبار الخطباء، والله الكلمة هاي والله من كبار الخطباء، يقول الحسين مشى آخر المخيم، آخر خيمة. يقول شاف له امرأة تشيل التراب الذبة على راسها وتلطم. يقول هاي المرأة ما أجت ودعتني، هاي ما أجت سلمت علي. يقول نزل الحسين رآها شعرها أبيض، واضع برقة على وجهها. والله هذا الخطيب على مسؤولية هالكلام، هو هذا الخطيب يقسم. يقول سألها الحسين، قال لها أمة الله من أنت؟ قالت لحسين حسين أما عرفتني من أنا؟ قال لا والله من أنت؟ تقل أنا الوالدة، أنا الوالدة والقلب. الله حسين أنا أمك، والله أنا الوالدة، أنا الوالدة والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما كان. والله أنا الوالدة، أنا الوالدة المذبوح ابنها، وطول الدهر ما جل حزنها. الله، هاي مأساة الزهراء مولانا، مأساة الزهراء، كل أهل البيت على الحسين. هاي وحدة من مأساة الحسين. بعد أقول له مولاي أبا عبد الله، أنت شفت من زينب جالسة عليه من على التراب وهن جالسة على الكرسي؟ شفت زينب لما أدخلوها إلى مجلس يزيد؟ أو يزيد مبتسم شامتا يضرب على ثنايا الحسين. يقول زينب وضعت يدها على بطنها جلست. قال لها زين العابدين عم قولي، اتقل والله اتمنى يا ابن ابو سفيان 7 القنطرة موجود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راسك ويبعود. انا والله ارد اقول هالكلمة هاي الى مولاتي زينب، الى مولاتي زينب هالكلمة هاي. يقول لما رجعت السبايا الى الشام،
يا هل استقبلهم، كلكم عارفينها كلكم حافظينها، يا هل استقبلهم، استقبلهم محمد بن الحنفية. يقول محمد بن الحنفية يباوع للهاشميات العلويات، اكو وحدة بنص الهاشميات تلطم على راسها، الشيل التراب الذب على راسها. يقول التفت المن الى زين العابدين، قال له يا ابن اخي هاي المرأة، هاي المرأة الغريبة طلعها عن العلويات، صحيح كتلة روحها بس طلعها. يقول الامام زين العابدين بكى قال يا عم على من تقصد انت، يا اللي تقصدها يا عم، قال هذه المرأة اللي وجهك لون العباء اسود، ما يدري من ضرب السياط والدموع. يقول صاح صاح زين العابدين عم يا محمد هذه عمتي زينب. الله، محمد بن الحنفية لطم على راسه، هاي زينب. يقول راح خلف زينب ناداها من هذه زينب الهاشمية، قالت لأخويا من الآن فأنا زينب المسبية. الله، اتقل لأخويا كتن العظم يا محمد والأخواي. يا أبويا والله من هاي الأبيات أعرف مأساة زينب. اتقل لأخويا كتن العظم يا محمد والاخواي، والاخواي الجمر يسعر بدلالي خويا، والاخواي 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 جيتك جيتك لا ولد عندي، والاخواي والاخواي او عفتهم جذذ برض الغاضريه، او عفتهم جذذ برض الغاضريه. يا الله يا الله، ارفع ايدك بالدعاء، قل له إلهي بحق زينب، إلهي نسألك بمصائب زينب. عبد الله، عبد الله زوجها، مولانا ما حد مصدق زينب تنضرب، والله كل بني هاشم يعني ما مصدقين زينب تنضرب، ولهذا لما سألها عبد الله سألها بصفاء نية، قال وأنت يا زينب؟ يقول بكت ولطمت على وجهها، قالت لأخي، قالت لي يا ابن العم ضربوني بالصوت على ظهري. يقول عبد الله ابن جحفر لطم على راسه قال غلقوا الأبواب يا بني هاشم، قد ضرب الزينب على ظهرها. أقول له مولانا مو بس ضربوه على ظهره، عمر بن سعد يصيح طلعوها طلعوها، طلعوها طلعوها والله زينب طلعوها. يقول زينب هي الوحيدة اللي ظلت بالخيمة ما تقدر تطلع، هاي بنت علي بن أبي طالب. يقول عمر بن سعد سأل يا اللي ظلت، قالوا له ظلت وحدة بطلة. صاح طلعوها والله طلعوها وزينب طلعوها، وبعد والله طلعوها ولو بشت بالصوت والله ضربوها. وبعد او شتموا الزكية وسببوها. يقول زينب، يقول زينب طلعت، زينب زينب مولاي، هاي زينب. يقول تفتر هكذا براسها، هكذا براسها تدور. سألها الامام زين العابدين عم زينب عليه من تدورين؟ تقول له دور على ابو فاضل. الله، ذاك الشاعر يصف هالحاله هاي، يقول زينب لما رأت العباس تقول له زينب نادتك يا بطل يمشن، نمشن مولاي اللي رافع شنو مولاي ثوبه.
زينب نادتك يا بطل يا مجنة وردنا يا ابو النوماس ردنا. هاي زينب تقول له والله دمع الهاشمية يسيل وصفة وحيف وانت تسلمت مني دبوك السيف. شوف زينب تقول له اخويا اخويا قوم اسمع شمر يا مردم الكلفات. خويا قوم اسمع شمر يا مردم الكلفات ينشدن بشماته وشقل الشمات. يقول اكو بيت مولاي كلمة الدعاء بيت بيت هذا البيت كأنما الشمر جاي ها وقف قدام زينب يضحك يقولها زينب ترى عباس راح. تقول اخويا والله خويا يأشر خويا بيد صوب الماي او يريد يقول زينب اي اسم خويا انت اللي جبتني او بيدك يا خويا ركبتني تقعد يا خويا وشوف متني. اي والله متني تراه يا الزجر الور بدني. إلهنا وسيدنا ومولانا نقسم عليك بزينب يا الله. إلهي نقسم عليك بزينب. اللهم اشفي مرضانا يا الله واقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك بمريض كربلاء زين العابدين وحبيب قلب الحسين وحجة الله إلهي اشفي مرضانا يا الله ولا سيما من أوصانا بالدعاء. اللهم اشفي مرضاهم واقضي حوائجهم وارحمهم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم لا تحرمنا من الحسين اللهم لا تحرمنا من الحسين ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.